ونختم المسائية بالنسخة الثانية من مهرجان ألوان الدولي للفنون بإمزور نواحل حسيمة. أزيد من 20 فنانا يمثلون 8 دول يلتقون ويرسمون للقيم الكونية وللتعددية الثقافية برؤى جمالية متنوعة. ربورتاج عبد الحميد المرابط، محمد حجوب من الحسيمة. هو سفر فني في عوالم تشكيل ينهل من مشارب متعددة، تعدد بنفس جمالي جسدته معروضات الفنانة البرتغالية بولينا إيفاريستو التي وقعت على لوحات فياضة بأوشام هندسية الشكل متأثرة بالموروث الحضاري الإسلامي. في المساجد وكثير من المآثر التاريخية نجد حضورا مميزا للأبعاد الهندسية، وبالنسبة لي فالهندسة شيء مهم جدا يتيح التجانس والتوازن. سنأخذ أمثلة من أدوات من التراث المغربي كطبيعة ميتة، وتنحاول ندخلها يعني نبرزها بواحد الشكل جديد، بواحد النمط جديد مودرن. انفتاح وصار الربيع ترك ظلاله أيضا على اللوحات التشكيلية المعروضة في النسخة الثانية لمهرجان ألوان الدولي للفنون بإمزور بمدينة الحسيمة، ألوان مشبعة أيضا بظلال الثقافة الأمازيغية والرموز التاريخية للريف. فقرات فنية متعددة من بينها المعارض الدولية، وكاين معارض يعني معارض هامشية للشباب المحلي حتى هما تمنح لهم واحد الفرصة يعرضوا اللوحات ديالهم الأعمال ديالهم إلى جانب المشاركين الدوليين، وكاين ورشات سواء الأطفال وسواء الكبار. عشاق فن النحت فضلا عن الريشة والألوان مدعوون إذن لزيارة إبداعات أزيد من 20 فنانا من المغرب والخارج يشاركون في هذا الحدث الثقافي، وذلك برواق المركب السوسيو تربوي بإمزورن.